جرى اتصال هاتفي هذا اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين وشعبيهما الشقيقين بالمزيد من التقدم والرفعة والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.